صباح الخير يا مستقبل بلادي. صباح الخير يا أستاذ. اليوم يحكي درسنا عن قصة الوطن الرحيب، عن مجده، تحريره، عن شمس عز لا تغيب، عن هيبة النصر الذي قامت بصيحته الأمم، عن رفقة الملك الذي بالشعب ينهض في شمم، وحضارة عاشت بهذه الأرض آلاف السنين وترسخت منها الجذور عظيمة في كل حين. نحكي عن التاريخ، عن ملكية مثل الجبال وعراقة تعلو مكانتها كأقدم ما يقال، وعصورها كجذورها عمق وأعمار طوال. لما أطلت أمة تسمو بأمجاد الرجال، عن هيبة الصحراء، عن رجل يوفي بالوعود، يأتي على رأس الملوك تواضعا أنى يقود. هيا استعدوا كي نرى ونطوف ما بين العهود، في وصف سلسلة من الأمجاد كللها الخلود. أستاذ، هل حدثتنا عن ملكنا محمد الخامس؟ رجل سنعرف أنه يعلو عروش الأفئدة، تاريخ مجد بلادنا في كل شبر خلده، لم يلتجئ أحد إليه وظن أن لن ينجده، لم ينهزم يوما ولا المحتل يوما جنده، هو حضننا العربي والأقطار فيه موحدة، وقفا حيازا للحقوق يصون ميثاق الوطن، بذل الكثير لأجله، قد كان نعم المؤتمن، قد جاء باستقلالنا وبمثله جاء السكن، إذ وحد الشعب العظيم كمثل أعضاء البدن، ولذا تمسكنا به وبنا تمسك واطمأن، ولديه قد شهد الأشقاء اعترافا بالعلن أن الذي ينحاز للأحرار خلده الزمن. أستاذ، حدثنا عن ملكنا الراحل الحسن الثاني. صوت الحسن ينادي لسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرض الصبحة حرة. هو سيد في أهله وذكاؤه نعم المدد، زرع المحبة في القلوب وللمحبة قد حصد، زهت الفنون بعصره والعلم قد ملأ البلد، من ذا الذي ينسى الزعيم وجهده أنى وجد، وخطابه الرنان يحفظه جميع من احتشد، لما أعاد به إلينا خير صحراء تمد بشموخه وتأنق الرجل المهيب المتقد، وبحكمة قد فكر الملك العظيم بشأن غد، كي يحفظ الأجيال بنى سدوداً واستعد، وقضية كبرى لكل العرب شاءت ألف يد، بذل الكثير لأجلها ومضى ليجمع من شرد، فالجمع تهزمه فلول الشر إن لم يتحد، هذا هو السعي الذي ما حاد عنه أو ابتعد، هذا هو الحسن الذي يبقى زعيماً للأبد. هل من سؤال آخر؟ أستاذ، نريد أن نعرف عن ملكنا محمد السادس.
السادس المحمود في ركب الحضارة لا جدل. هذا هو المسك المصاحب للختام ولم يزل. بالشعلة العظمى يقود بنا البلاد بلا كلل، ليؤمن الأجيال والشعب العزيز بما بذل. هو أكبر التأثير في جيل يشاركه العمل. جمع التواضع والسمو كليهما فيما فعل. يمشي فتغشاه العيون بحبها فهو المثل. هو جانح نحو التطور ليس يعرفه الكسل، ومدعم للتكنولوجيا في العلوم وقد وصل. لنعيش في ركب التقدم ليس يسمح بالفشل، ومحفز نحو القراءة والثقافة والمثل. يأتي على هم المواطن بالبساطة إذ أطل. من بعد أن عدنا لإفريقيا بملحمة الأمل، هي سيرة قد قادها ملك سيكمل ما بذل. في حاضر حاكى بإنجازاته فعل الأول، كي يوصل الماضي إلى مستقبل لا ينفصل. شكراً لمن سبقوا بنا، شكراً إلى هذا الرجل. وهكذا أحبائي تفنى في أرجاء تاريخنا معاً، بعرقة قد حفرت بهاءها فوق جدران الزمن. بفرسانها وإحسانها وإنسانها، وإننا أهل الشموخ قد اعتززنا، إذ بدا تاريخنا رمز الشجاعة والحضارة والفطن. وهذه أحبتي كانت لنا حكاية وطن.